يعني عندنا اولاد تمرض او هيك ما فينا نجيب لها كل الادويه. الولد اكثر شيء بتخاف عليه من السخونه بس. انه عم نعاني صعوبه كثير تامين دواء لعبد القادر، عم بحاجه على طول لدواء. ما عاد فيني اعطي بنتي اي شيء مساعد، يعني هلا هي بعد فتره بدها تصير تاكل، بدها تصير تاخذ فواكه خضره، ما عاد فيني اجيب لها هي الاشياء كلياتها بسبب الاوضاع. الوضع الاقتصادي الحالي اللي نحن عم نعاني منه بلبنان اكيد ادى انه المرضى ما عم تقدر توصل لعنا على المركز، وهذا الشيء عم يؤدي بزياده عدد الاطفال المتسربين من اللقاحات لانه ما عم يقدروا يوصلوا لعنا لتلقي اللقاح بشكل صحيح.